مرحبين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات داخل دولة الإمارات، واليوم بيكون معانا بدر أهلي مؤسس ورشة فورميلا. بدر أهلا بيك معانا اليوم، وشكرا على قبولك استضافتنا برنامجنا رواد النجاح. والله أول شيء الشكر موصول لكم أن تتابعون رواد الأعمال وتسلطون الضوء عليهم يعني صراحة. أخ بدر، ممكن تحدثني عن بداياتك قبل دش في الخط حق السباقات والأشياء؟ والله بداياتي أنا كانت مجرد هواية، يعني فترة الشباب كانت فترة الشباب، وأنا ذاك يعني ما كان في نوادي غير الرالي، ما في نادي مثلا نادي ملقوين او مثلا نادي ما كانت الفكره ما في انديه يعني. ما في انديه على مستوى الدوله، ما في انديه ولا في بطولات رمليه كانت في الاساس، فكانت بطولات وديه يعني نحن كشباب نحب جائزه تليفون نوكيا هيك الايام او كاتل، يعني ها ايام قبل، يعني ايام قبل، فلين ما تطورت العمليه يعني وانا اعتبر من مؤسسين تل مرعب وتل الساد وتل عوافي، وخذتنا الامور لما فتحنا بعد نادي الامارات برعايه سمو الشيخ مروان بن راشد المعلى. يعني صراحه انا اقدم له كل الشكر والتحيه على اللي سواه، ومن ثم استوى النوادي الثانيات، يعني نادي ياس ونادي طبعا البحرين. النوادي هذه كلها انت اللي فاتحها؟ لا لا لا، يعني في البدايه كنا نتسابق بدون نوادي. اوكي، يعني النوادي هذه تدعم السباقات؟ النوادي تقدرين تقولين تلم المتسابقين، يعني مثل اللي يلعب مثل يلعبون كوره في حاره ما عندهم نادي لملعب، ما عندهم ملعب، نفس الفكره في النهايه، عرفتي؟ فنادي الامارات من اول الانديه سباقات على مستوى دوله الامارات، نادي الامارات في ام القيوين، ومن ثم عندك البطولات الرمليه اللي في المنطقه الغربيه، تل مرعب ليوه وتل الساد وتل عوافي. تل عوافي اتوقع ما عاد في بطولات، يمكن وما متابع انا من سنتين صراحه، فما ادري اذا موجود تل عوافي ولا لا. بس على كل، في البدايات ما في نوادي، وبعدين هنا النوادي ولله الحمد والشكر يعني. طيب اخ بدر، شلون جاتك فكره انك تفتح الورشه هذه اللي احنا فيها حاليا؟ والله شوفي اختي، انا احب ابتكر صراحه، يعني احول سياره من شيء لين شيء، فما يعني ما بقول لك ما حصلت، او كنت محتاج ان يكون عندي مكان خاص فيه، يعني كانت كبدايه هوايه صراحه اكثر بالنسبه لي انا، لين ما طورت العمليه وخذت من وقتي وايد عن شغلي يعني. المهم كنت مركز اني انا مثل ما تقولين وصلت ان قمت اصنع السياره يعني، بس طبعا يعني طورت في الشغل هذا اكثر. يعني اطور انت هي. اول شيء بديت كهاوي سباق سيارات، نعم، بعدين فتحت ورشه، نعم، اوكي، وبعدين صرت تصنع السيارات. يعني على ذكر تصنيع السيارات، شو الخدمات اللي تقدمها في الورشه عندك؟ والله كل شيء تقريبا، اي شيء يخص شغل الميكانيكال او الالكتريك، اما الصبغ وما صبغ كنت اصبغ قبل وقفت، بس اليوم اسوي اي شيء في السياره يعني. انا شفت عندك برا سيارات سباق كثيره، انت اللي مسوي لها كل الديزاين من اي تو زد الا الصبغ. طبعا مثل ما قلت لك، الصبغ نتعامل مع جراج ابطال السرعه وهم اللي انتم عندكم يعني جراج تتعاملون معاه هو اللي يصبغ السيارات، يعني ما تصبغوها في الورشه؟ لا لا، ما عندنا صبغ، ما عندنا.
شاء الله صرت عندك جوائز كثيره، ممكن تحددني الجوائز هذه خديتها وانت لما كنت يعني تشارك في مسابقات صح؟ من بداياتي تقدرين تقولين من بدايات الورشه لين تقريبا 2017 او 18 تقريبا انا وقفت. ف هذا المحصول على ما يقولون يعني الحصاد اللي حصلناه كله من سباقات على مستوى الخليج عموما، مش بس في الامارات، الكويت، السعوديه، عمان والامارات، جميع الخليج. جميع الخليج. قبل شوي ذكرت لي انك كنت في امريكا 3 سنوات تقريبا. نعم. قضيتها كلها في امريكا، شنو كنت تسوي في 3 سنوات هذه؟ والله كنت في فريق ناس ريسنج، فريق تحت رعايه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وكنت اتسابق يعني من ضمن الفريق في امريكا. يعني انت تشرف على الفريق ولا انت بنفسك تتسابق؟ تقريبا كنت مشرف واتسابق يعني في نفس الوقت. هنا ما شاء الله. طيب اخي العزيز، شنو رؤيتك المستقبليه؟ يعني انت وين تشوف نفسك من هنا لقدام؟ انت حاب تستمر على المشروع هذا، حاب تفتح فروع ثانيه، ولا شو الفكره اللي؟ والله شوفي، الهوايه تتم ويا الانسان لين عمره، هاي عباره هواية. يعني شيء خلاص فالهوايه تطورت وياي الحين، حتى ان شاء الله بيكون لي في فرع ثاني في منطقه الخوانيج او الطي بالاحرى، وفي فرع بيكون بس للتزويد، وفي فرع بيكون كورشة يعني متكاملة بكل خدماتها. يعني بتفتح فرعين. فرعين. فرع للتزويد. نعم. وفرع للخدمات. والفرع الثاني. إيه نعم. يعني فرع. للخدمات. مو بتزويده بس يعني نبتكر، يعني خلينا نقول أنت تبي لي سيارة، يعني أنا الحين حتى عندي سيارات داخل أصنع على أو أطورها مثل ما تقولين أسوي عليها أبجريد يعني. يعني تسوي عليها تصميم جديد. في نطورها بالمعنى اللي صح، يعني نطور في شغلات فيها، نطور فيها سسبنشن عشان تصير اكثر قوه، ولا اكثر قوه، اكثر متانه، وتكون عمليه اكثر يعني للاوفرودنج. انا اتكلم طبعا. طيب ممكن تحدثنا يعني عن الموقع الرئيسي اللي عندك هنا في الورشه؟ الورشه في منطقه دبي راس الخور، والورشه الثانيه ان شاء الله في منطقه الطي في الخوانيج مثل ما قلت لك. ما شاء الله. أخ بدر، كونك مواطن إماراتي، شنو قدمت لك دولة الإمارات، أو شو فضل دولة الإمارات عليك؟ والله فضل دولة الإمارات يعني الواحد لو يعيش 200 سنة ما يقدر لا يعد ولا يحصى. لا لا أبدا، يعني ما في مواطن، أو حتى أنا أقدر أقول أخواننا الوافدين يعني، حتى الوافدين. أيوة ما شاء الله، الفضل يعود صراحة شيوخنا. أنهم ما في اليوم صراحه، اليوم ما عندنا مواطن ووافد، كلنا سواسية، كل سواسية يعني، ما في اي واحد من ناحيه كل الامور والتسهيلات وكل شيء يعني. ابدا كلنا اخوان في النهايه. من الشخص او اللي له فضل عليك وتشكره اليوم وتقدم له تحيه لانه وقف معك وعطاك الدعم النفسي والمعنوي؟ والله بكل صراحه وبكل امانه الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، الله يحفظه هو يطول في عمره، هو من بداياتي وهو وراي كان يعني بالدعم من بدايات السباقات، يعني هو ورانا في الدعم، الله يحفظه. اخ بدر نشكرك على شكرا لكم معنا. الشكر موصول اليكم ومشكورين، وما قصرتوا صراحه على البرنامج الطيب سمع العين، والله يوفقكم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. كذا برنامجنا اليوم يكون انتهى، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامجكم رواد النجاح.